الجمهور في مصر والعالم العربي مستني حفل النجم الكبير الهضبة عمرو دياب في مهرجان العالمين يوم الخميس اللي جاي. الإقبال كبير جدا على التذاكر، وخلصت الدفعة الأولى منها أول ما تم طرحها، لكن الجمهور طبعا مستني يسمع الأغاني الحلوة اللي كلها بهجة، وخصوصا اللي شارك الشاعر والملحن الكبير فيها وفي كتابتها وفي تلحينها عزيز الشافعي في تقديمها مع النجم الكبير عمرو دياب. أنا دلوقتي معايا على التليفون الفنان الكبير عزيز الشافعي. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا فاطمة، أخبارك إيه؟ مساء الخير يا عزيز، وعايزة أتكلم عن وجود الهضبة وقامته وقيمته في مهرجان كبير زي مهرجان العالمين، بيمثل له إيه وإيه رأيك في وجوده معانا في المهرجان؟ والله يعني دايماً حفلة عمرو دياب في مصر أو في أي دولة عربية بتبقى حدث مهم في المكان اللي بيعمل فيه الحفلة، وده أنا شفته في كذا مكان. طبعاً أكيد في مصر وفي مهرجان العالمين هيبقى حدث كلنا مهتمين بيه وكل الناس مستنيين. عزيز، انت طبعا قدمت نجاحات كتير جدا مع الفنان الكبير عمرو دياب من اول يوم تلات ولحد دلوقتي، فعايز اعرف ايه اكتر اغنيه قريبه لقلبك واكتر اغنيه علمت مع الناس؟ يعني كل الاغاني اللي عملتها لعمرو دياب بحبها جدا وغاليه عندي جدا، بس يعني مثلا زي ما انت من الاغاني انا بعتز بيها جدا. اغنيه ايه؟ زي ما انت. انت دايما ليك طابع معين في اغانيك وفي كتاباتك، لكن دي اغنيه مختلفه عن الكتابات اللي انت بتقدمها، اغنيه رومانسيه. ازاي جات لك الفكره وليه غيرت اللون بتاعك؟ لا خالص والله، انا يعني في الاساس احب جدا اللون الرومانسي او اللون الدرامي، لكن الملحن متمكن المفروض يقدر يعمل كل الالوان، يعني سواء الوان دراميه او اغاني مبهجه او اغاني حتى بره الصندوق خالص وبره القالب الرومانسي او القالب الحب يعني. بس دايما مع الهضبه عمرو دياب بيبقى كل الاغاني اللي انت بتقدمها رومانسيه، ما تتعوضش، ما تغيبش، وخصوصا في الالبوم الجديد. ايوه صح، وانت ما بتغيبش كمان من الاغاني اللي انا بعتز بيها جدا جدا برضو، ونزلت في اخر البوم، والالبوم كله كان البوم مكانك، كان من الالبومات التجارب الموسيقيه المهمه اللي عمرو دياب قدمها الفتره الاخيره. عايزين نعرف الكواليس ما بينك وبين عمرو دياب بتبقى عامله ازاي؟ لقطت ايه منه؟ حبيت ايه فيه؟ وايه المشترك ما بينك وبين عمرو دياب عشان تحققوا كل النجاحات دي؟ المشترك بيني وبين عمرو دياب برج الميزان مبدئيا، وبعدين الشغف. برج الميزان بيحب كل حاجه بيرفكت، كل حاجه يعني تمام. ده حقيقي، وبيبقى فيه يعني سن التردد في الاول، بس بيبقى فيه اصرار على النجاح والاستمرارية في النجاح والشغف، وهو دي اهم حاجه في اي شغل الانسان بيشتغله. يبقى عنده شغف، يبقى عنده رغبه في الاستمراريه، عنده حاجه موتيفيشن، في حاجه بتحركه، في هدف لسه عايز يحققه، مهما حقق اهداف ومهما كان نمره واحد يفضل عايز يكمل ويعلي على اللي عمله. برج الميزان والهضبه عمرو دياب بيهتم جدا بالتفاصيل، ايه اكتر اغنيه تعبت فيها في تفاصيلها مع الهضبه عمرو دياب؟ لا هو اللي يعني التفاصيل دي هو بيبقى عايش فيها اكتر مع الموزع. يعني انا بالنسبه لي قليل قوي الاغاني اللي احنا غيرنا فيها حاجات في الكلمات او في الالحان. يمكن الاغاني اللي عملتها مع تامر حسين ككلمات هو بيعمل اوبشنز كتيره جدا لعمر، لان عمر بيغيروا كتير في الكلمات مع بعض، بيبقى لغايه اخر لحظه عايز يبقى عنده فرايتي في الكوبليهات، فبيكتب له كوبليهات كتيره جدا. هو ساعه الغنى بيختار الحاجه اللي بيرتاح فيها او احلى كلام هو حاسه. احنا دايما بنشوف في اغاني عمرو دياب ان هو ممكن نسمع فيرجن معين او كلمات معينه ونلاقي كلمات اخرى في الاغاني بتاعته او في الالبوم او في سواء على المسرح كمان. هو بيبقى فيه كوبليهات كتيره، فهو في الكوبليهات كلها بتبقى حلوه، فبيختار منها واحد او اثنين يغنيه في الريكوردنج يعني، وبعد كده بيبدا في اللايف يزود بقى كوبليه، يعمل حاجه جديده، وبتبقى برضه حاجات حلوه، والناس بتقعد تقول الحاجات دي ما نزلتش ليه، بس هو في الاخر زمن الاغنيه مش كبير فما يقدرش يقول كل ده. اكيد طبعا. عايز اعرف ايه اسرع بالنسبه للي احنا بنتكلم دلوقتي عن الزمن، اسرع اغنيه لحنتها للهضبه عمرو دياب؟ اسرع اغنيه لحنتها كانت قدام مرايتها، اللي سعادة تامر بعت لي الكلام وانا قريته ولحنته على طول. خدت قد ايه منك وقت؟ مفيش وقت، الاغنيه لها 4 دقايق. فكره اللحن نفسه، يعني انت بتقول تامر حسين بيبعت لك الكلمات، فكره اللحن بتجي لك ازاي؟ بتبقى عندك الفكره دي في دماغك؟ لا يعني انا بشتغل بالطريقه القديمه. ازاي؟ الطريقه القديمه اللي هي ان الكلام يبقى قدامي وابدا اجيب العود واشتغل،
اشوف ايه السكه اللي انا هشتغل منها او المقام الموسيقي اللي قريب للكلام، ويبدا ابدا اشتغل في اللحن. يعني ما بقاش في لحن في الاول وبعد كده كلام، لا، بيبقى في كلام في الاول وبعد كده لحن. ده بالنسبه للاغاني اللي بتجي لك كلماتها، انت كمان بتكتب وتلحن، لما بتيجي بقى تعمل ده، ايه اللي بيجي لك الاول، اللحن ولا الكتابه؟ ما فيش حاجه قبل حاجه، بيجوا مع بعض. الاثنين بيجوا مع بعض؟ اه، بيبقى الالهام كده جاي مع بعض، الموضوع بالكلام باللحن بكل حاجه. عايزين نعرف بقى واحنا بنختم معاك اخر اعمالك في الصيف ده، وانت في كمان اغاني كتير جدا نازله لك مع حماقي وانغام. اه، الحمد لله موجود مع الفنانه انغام، ببارك لها على الالبوم الرائع. عملت لها اغنيه بنعمل حاجات، كلمات امير طعيمه وتوزيع خالد سليمان وميكس طارق مذكور، ونزلت لي اغنيه دايما معاك الفنان احمد سعد والفنان بوسي والفنان احمد عز. ومع حماقي طبعا نزلت اغنيه واكله الجو واغنيه شايلني. عايزين اغنيه ليك، في اغنيه ليك جديده ولا لا؟ ليه انا؟ اه، لا انا مش فاضي والله، انا بلحن. بتلحن؟ مش فاضي اغني. اشكرك جدا ان انت كنت معانا النهارده، ملحن والمؤلف عزيز الشافعي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.